شكرا جزيلا. مشاهدينا دائما من خلال الصباح هي مسافات مختلفة نتحدث عنها وعن الشراكة المجتمعية في جوانب مختلفة، ودائما تحايا الصباح لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد. أرزاق. شندي، المدينة التي ارتبط اسمها بقدامى ملوك الجعاليين، اشتهر إنسانها منذ أمد بعيد بصناعة الدمور اليدوي الذي فضله كثير من سكان السودان. فالسلالات المهاجرة من صعيد مصر مطلع أربعينات القرن الماضي التي تعرف باسم النجادة والتي تعايشت مع بقية القبائل السودانية التي تحتضنها شندي كانت أول من اشتهر بالمناسج اليدوية وظلوا يمارسون مهنة أجدادهم حتى يومنا الحالي. احنا هلكوا النجادة طبعا اللي بنصنع الفرادة اليدوية دي، لكن احنا ما جينا من النجادة، احنا ولدونا في شندي دي، وأهلنا جو هنا من الأربعينات، ما جو تجار ولا جو رأسماليين ولا جو للنسيج اليدوي ده. فبينتجوا الفردة النسوانية اللي قدامكم دي، وبينتجوا الفراد بتاعت الغوطة دي، وبينتجوا الجلابية والشال الوراي ده، ده برضو بينتجوا في شندي هنا، وده كله شغل يدوي. الخيوط مستوردة من برا، بتجي من الصين ومن اليابان، لكن الشغل شغل يدوي وبينتجوا هنا في شندي، وشغل جماعي بيشترك فيه البيت كله، الأب والأم والبيت والولد والوالدة، كله شغل يعني عبارة عن زول قاعد نص قاعدة، لا هو قاعد ولا هو واقف. الأنوال أو المناسج اليدوية آلة تقليدية قديمة تم تصميمها من الأخشاب وجذوع الأشجار. الفكرة تبدو بسيطة، لكن عندما تشاهد ما تنتجه من أقمشة تكتشف سحرا أخازا. تكوين وكالات يعني مثل دي السداية اللي هي بنشتغل فيها، وداك اللي ماسك المنسج كله اللي هو هناك داك بيقولوا له الجعزل، بعدين دا بيقولوا له المقبض اللي هو بيدق الخيط، ودا النير، ودا اسمه القصب، دي الكوتة. يعني هو مصنوع كله من أخشاب، هو الصنعة كلها من خشب، يعني ما خشاو حديد، كله الحديد بس ده هو ده عشان بيمسك المنسج كله، لكن كله اساسا من منسج. بعدين الخيط اساسا قطن يعني من الاقطان السودانيه ذاتها، يعني هي ذاتها من الاقطان السودانيه. بس يعني دي كل الشغله مبسطه ومفيده في نفس الوقت، وبتصدر الانسان وبنشتغل فيها. نطلع التياب، زمان كنا بنشتغل التياب بتاع النسوان، وبعدين في تياب اسمها تياب الحد عندكم انتوا، يعني لما يكون في بكاء وحاجه زي كده بيلبسوا الحد، لكن قطن ما خيط زي ده. يعني اي انتاج بننتجه، طرح، شالات، تياب رجالي، فرات برضو ممكن يشتغل. يعني من بدري احنا لما جينا هنا سنه 50 لقينا المناسج دي وبدينا نشتغل فيها. وتقول جماعات النجادة إن الصناعات الحديثة دخلت المجال وباتت تنتج ذات أصناف بواسطة الماكينات، لكن الذوق السوداني يفضل ما هو منتج بالأيدي من الدمور. اللطاش هو نوع آخر من أنواع المناسج اليدوية التي تعمل بطريقة أسرع من الأنوال. وجينا احنا طبعا لقينا اليدوي ده وتطورنا شويه، جبنا اللطاي ده اللي هو اللطاي ده اسرع من اليدوي، طبعا بيطلع انتاج اكتر عشان المكوك ما بتمسكه بيدك، المكوك ماشي في مجاري خشب، وفي علب بتاعت بلاستيك من الجركانات بتضرب المكوك بيمشي بغاده، والمكوك تاني باليمين بيمشي للشمال، يعني ما بتمسكه بيدك وسريع. والشغله دي شغله حته اسمها النوراب غرب شندي، والناس دي جابوها برضو، ناس سألتهم كبار قالوا لي مصرية الشغلة دي برضو، اللطاي ده أساسا مصري. قاموا اتطوروا شوية ناس النوراب، عملوا بالمصانع بالكهرباء، اشتغلوا الدمورية، باعوا اليدوي ده للناس اللي جنبهم حواليهم، بقى يشتغلوا اللطاش، فراد ملونة، شالات ناعمة، مقاطع جلاليب. حس احنا كل هذا بنشتغله يعني في المصنع اللطاي ده.
النساء هن الأخريات أجدن هذه الحرفة اليدوية الضاربة في القدم، ويقولن إنها ارتبطت بتاريخ أجدادهم وفيها نوع من التكافل الأسري. أول حاجة طبعا الشغلة دي شغلة جدودنا، يعني من جوم من مصر يعني وبيشتغلوا الشغلة دي. إحنا طبعا مواليد السودان هنا، مواليد الشندي بالذات يعني. اها طبعا الحمد لله يعني تربينا لقينا اهلنا بيشتغلوا الشغله دي، بقينا نمارس معاهم الشغله دي وبقينا نشتغلها معاهم يعني. بنساعد طبعا الوالد كان كبير وبساعده في العيشه، يا حق النسيج دي اتزوجت الحمد لله وبقيت باسرتي برضو. اها برضو بساعد زوجي يعني في البيت برضو. نشتغل طبعا تياب الغطب، نشتغل المقاطع الجلاليب الرجاليه بشالاته، نشتغل الشالات، نشتغل الدمور، نشتغل ممكن بنشتغل الفراد النسوانية دي برضو النسائية، نشتغل الفراد الفاضي مليان دي برضو المضلعة دي، يعني أي حاجة يعني من الدمور ده نحن بننتج يعني، بنشتغل يعني بنساعد زوجنا كده في العيشة يعني. رغم تواصل العمل بهذه الطريقة المضنية والشاقة أحيانا، يرى أفراد هذه العائلة سعادة كبيرة في حياتهم عند كسائهم للآخرين. الأسواق السودانية مليئة بالإنتاج المحلي والمستورد من الأقمشة والملبوسات الجاهزة، لكن للجلباب المصنوع يدويا ميزة خاصة يميل إليها كثيرون من السكان المحليين. الجلابية والثياب النسائية وثياب القطاء المصنوعة بالأنوال وجدت مكانا داخل المتاجر وازداد الطلب عليها، بل تعدى الأمر حتى الدول المجاورة كالحبشة ومصر وبعض الدول الأخرى يفضلون هذه المنسوجات. إن شاء الله بيصنعوا دي فردة العريس، فردة غوطة بتغطى بها العريس، بيشيلوها أغلب الناس في الشيلة، أم العريس لما يجيها ولدها دار يتزوج بتيجي تشتريها، أم العروس لما بنتها جاية تتزوج بتيجي تشتريها للعريس. في فردة الغوطة دي بيستعملوها كل الناس، هنا السودانيين ما بحبوا الصوف ولا بحبوا البطاطين، فردة الغوطة دي بالنسبة لهم حاجة قطن ومدفية في الصيف وفي الشتاء. في الجلابية والشال دي لبسة قومية كل الناس بتلبسها، الجلابية بلون الشال، ده الشال ودي الجلابية من لون واحد، بيمشي الواحد بيشتري معاه طاقية من نفس اللون بتبقى لبسة كاملة. في الفرادة النسوانية دي حاجة لوالدة، حقت والدة، حقت نسيبة، دي حقت شباب طالعة موضة. بعد أن عرف إنسان شندي الصناعة عبر الآلة، ظلت رغبته في الدمور لن تتبدل على مر الأيام والدهور.